حيت ملي كنت في الحبس خرجت قريب داك جالسه كتقول انا وواحد خوانا بلا ما نسميه حتى هو ولد كازا فهمتيني، يعني ناقص رجوله فهمتوني، انا ما كنعايروش، الا قلت ناقص رجوله راه كنقول تهضرش ليك ليك. لدرجه ديال خرجت استحمرت الشعب، وانا ما بغيتش نشعل عليها العافيه، نخرج نقول علاش استحمرت الشعب، باش راه في راسي كل شيء، في راسي بان الشكايه وصلت وكيفاش في كذا، يعني الا جيت نهضر راه غتمشي فيها انت المغرزه، وغتمشي فيها غيمشيو فيها الناس اللي خداو باش تنسات القضيه. والله قسم راه عندي ديك البنت راه كنت كنشوفها انا، عندها واحد الوجه راه ما عرفت كيفاش دير، وجا انا ربي نديرها في الحاله المدنيه ديالي، ملي تفرحت انايا عندك المغرزه وعندك بنتها كاملين ثلاثه، يعني كاملين، يعني الام داكشي اللي دوزت هي اللي دوزت البنت، والبنت داكشي اللي دوزت هي اللي غدوز ديك الدريه الصغيره. وراك مشيت عطيتيها وخليتيها، وراك بدلتيها بغيتها، وخاصكم تعرفوا علاش بدلتها بغيتها، اش هو السبب اللي خلاني انني بدلها بغيتها، راه ماشي لخاطري، ماشي لخاطري بدلتها بغيتها، انا كنشوف راسي يعني في عز شبابي غنكمل حياتي مع وحده ما كنبغيهاش، وما فيها حتى شي حاجه اللي زوينه، راهي دارت عمليه تجميل ورغم ذلك هي غير ما زادت نسخات، وماشي مشكل، يعني كيبقى الزين في القلب، يعني الوجه كيبقى غير فهمتيني، الزين في القلب وقلبها خايب، وجهها خايب وقلبها خايب وكل عيوب، واش متفقين معايا ولا ما متفقينش معايا، وناخد سخط والدي الوالد، ما نكذبش عليكم شي اول مره كنت باغي نتزوج بها اشنو كانت راه، مشيت قلت للوالد عافاك، راه ما قبلت لي الوالده غير بزز، بعد ما قنعتها مشينا للدار، الوالده تهلات فيهم حقاش حنا الحمد لله راه ولاد الخير ولاد الكرام، شوف ديك الاسره العائليه مع راكم عارفين هي كبره، هي كتكون غير وسط، المهم ماشي شغلي انا في داكشي، بلا بغيت ندي عند خالتي، واحد خالتي كانت مربياني والله قسم اللي جريت عليهم، احنا مغرزه غاديه وما غاديه وراها غادي بحال التويميات، جريت عليهم قالت لهم جوج مسخات ما يدخلوش عندي للدار، يقول لي ثاني دار مرحبا بك الدار داركم، ولكن هادو ما يدخلوش عندي، يعني خسرت الصورة ديالي مع العائلة، والله القسم إلا خسرت الصورة ديالي مع العائلة بسبب هاد المادي، وكان غير ما كانتش والدة ما يبقاش فيا الحال، ولكن والدي ديرونجيني أنا في راسي، أنا شوف أنا أصلا ما باغيش نولد، باقي أنا ما كنفكرش أنا في الولاد، وتا لو وليت بغيت يكون ولدي بالحلال، مش واحد مية وجهها ما عرفت كيفاش داير، تباها ما كي باها ما كيبانش إنسان عادي، مخلطين فيها كاع السوائل. والله قسم راه عندي ديك البنت راه كنت كنشوفها انا، عندها واحد الوجه راه ما عرفت كيفاش دير، وجا انا ربي نديرها في الحاله المدنيه ديالي ملي تفرحت انايا، يعني واخا شوفي على المرزه، يعني واخا ديري ليها حفله، واخا تجيب ليها ستاتي، راه الواقع هو الواقع، المغاربه كاملين عارفين ان البنت ديالك، انا كنقول واحد الحاجه اللي كاينه في القاموس ديال اللغه العربيه، العيب عليا انا اللي قلت لها، اللي قلت لك البنت اللي قلت لها راه بنت الفاعله وبنت التاركه، وانت اللي قلت لها بنت فاعله وبنت، راه بصح دابا انا كن دابا انا دابا بلاتي باش نفهمكم، هذيك غير ملائكه، ولا اسمح لي الملولي شملي تلاقيت انا وياه وقلت لي هذيك غير ملائكه، قال لي قال لي الملولي اش تمنيتك، واش الملائكه كيتزادوا، واش الملائكه كيتزادوا في الفيرما ديال الحاج، قبل ما تخليني نضرب بزاف، يعني كما قلت لكم هذيك البنيه الصغيره الا كبرت وعايرها شي واحد قال لها امك بغات تقول لكم بالصدقه، راه ما عايرهاش، لا بالعكس قالوا لها شنو كاين، بحال دابا انا شي واحد اللي جا عندي قال لها نضرب ونتقلق منه، ولكن عندك المغرزه وعندك بنتها كاملين ثلاثه، يعني كاملين، يعني الام داكشي اللي دوزت هي اللي دوزت البنت، والبنت داكشي اللي دوزت هي اللي غدوز ديك الدريه الصغيره، الا قالوا لها راه بصح، يعني راه ما قالوش شي حاجه اللي مشيت عليه، يعني ده واقع، والدليل من كلامي يعني قبل ما نتزوج بها كانوا كيطلعوا فيديوهات ديالها عريانة وكتشطح بحال هكذا، وشنو واش هادي كاع استحمراتكم، وانا صراحة ملي كندوز المدة السجنية ديالي كانوا ماني من الدار كنهضر معاهم في التليفون كيقولوا لي شي هضرة اللي كانت كتقلقني صراحة، يعني انا اول حاجة انا كنت بغيت انا اصلا بغيت نقطع العلاقة ديالي معاها، ملي تعرفت بالقيد قيد غير قبل ما تشد في الحبس بثلاث شهور
راه انا اللي دفعت الطلاق، وانا اللي دفعت المسائل، وانا اللي درت الاجراءات ديالي، ولكن ملي دخلت الحبس صافي راه ما اكتشفش، ما بقيناش طلقنا، ولكن الحمد لله غير سالي شي امور ديالي وغادي نعاود ندفع الطلاق. يعني انا شكون قال لهم؟ مع من كنهضر اللي كنت كنكون في الحبس؟ كنهضر مع القيضه غيزه. يعني ابسط حاجه كنت باغي انا نكمل مع ديك اختنا اللي على بالكم، نقول لها لاصق تليفون بتليفون، الو انا مغرزه تجي لعندي وانا متاكد غتجي لعندي. ولكن انا صافي، انا بغيت نحدد، فهمتيني؟ انا ملي انا فكرت خطط لكل شيء، انا ملي غنخرج من الحبس غادي نطلق انا بالسيده اللي نتوما عارفينها كاملين بلا ما. واحد الحاجه بلاتي بلاتي بلاتي، امشي انا ما كنسميكش، راه خايف من التشهير ولا شي حاجه، باش ما تمشيش غلطه. غير انا ما بقيتش باغي نسميك، صافي ما بقيتش باغي نسميك. يعني سميتك، يعني ملي كان الا سميتك غادي نعاود الوضوء، فهمتي؟ غنعاود نتوضا، وانا يلا توضيت، يعني ما غاديش نسميك، يعني والله ما تشير بالله. يعني من واحد الناحيه باش بلا ما نحرك لك البوز، او من واحد الناحيه راه صافي. يعني كيف ما قلت لكم، يعني غادي نسالي العلاقه ديالي بيني وبينه، وغادي نتزوج بالقيضه غيتو. كنت كنهضر مع القيضه غيتو في التليفون، القيضه غيتو مسكينه كتقول لي اسمع اسمع كلام امك، ما دير في بالك والو. كانت واقفه معايا في الخفاء صراحه، والله يجزاها بخير. انا قيضه غيتو يعني واحد الانسانه اللي كتبغي لك الخير، يعني تكون عندها غير جد ريال تقسمها معاك، تكون عندها غير ريال تقسمها معاك، ما كان عندها والو راه الغالب الله، ولكن اللي كان عندها انا ما تخليكش. وهادشي اللي كيعجبني انا في القيضه غيتو، رغم ان بزاف ديال الناس كيقولوا عندها 38 عام، اي عندي 130 عام وانا عندي 24 عام. يعني علاش بالضبط انا باغي نكمل حياتي مع واحد انا اللي ما غنكونش كنبغيها وما غنكونش كنرتاح ليها؟ يعني كون ما كنتش كنبغيها وكون ما كنتش كنرتاح ليها، ما غاديش نبغي نتزوج بها. يعني فهموني، راه الزواج هذا صاحبي، الزواج راه غتكمل حياتك مع واحد الانسانه اللي ما كنتش كتبغيها. راه السلام عليكم، انا لقيت غيتها كنبغيها، لان ديك السيده ما كنعطيهاش 130 عام. وانا متاكد يعني المغرزه اللي كتطلع من الضفدعه وكتبقى تقول، كيبقاو يعيبوا فيها 38 عام 38 عام، الشيء المغرزه الا وصلتي الله جيه 38 عام غتباني قد امك، فهمتيني؟ ما غاديش تباني قد القيده غيتها. يعني انا يعني دابا انت شحال في عمرك؟ انا فيتك بها من نورمال ما تكون عندك 23. يعني القيده غيتها ملي كانت عندها 23 كانت قوقه، وغير ودابا من وصلت هاد الله جيه 38 عام غير ما زادت زيانت، باش تكونوا فاهمين. وهذا اللي كاين، انا بغيت كاع الناس يدعوا معايا باش العلاقه ديالي تنجح، انا وقيده غيتا، ونتزوج انا وياها في الحلال، فهمتيني؟ يعني ان شاء الله نتزوج انا وياها في الحلال. قيده غيتا انتم عارفين معصبه وهكا، ولكن كتبرد ما كتحقش. انا درت معاها بزاف ديال الحوايج اللي مخايبين. يعني قيده غيتا ضربتها المره الاولى ملي كنكونوا وفين، ملي كنكونوا معروضين، ماشي بحال المغرزه. المغرزه راه كنت كنضربها انا في الفيرمه ديال الحاج، في شي شانطي ديال الخضراء، وفي الاسواق الشعبيه. انا وغيتها كنمشيو لبلايص اللي هما كلاس صافي، كان ما كنبقاش عاقل على الوعي ديالي، كنضربها. ضربتها المره الاولى، ضربتها المره شنو 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 لا المره الثانيه شيرت عليها بكاس، كنت باغي نخسر ليها وجهها، الله يسمح لي منه في الرباط هادشي. المره الثالثه قدام الملولي هي فاش تشديت في الحبس، طلعت لها فوق الطوموبيل، بقيت كنخبط لها في الطوموبيل، وكنت باغي نهرس لها الجاج، وعيطت للبوليس، والقضيه كبيره، فهمتيني؟ صافي يوم ما كملت 9 ساعات شدينا في الحبس. وبالنسبه للناس غيقولوا لي الذنوب ديال المغرزه، خوتي رمضان كامل وحنا انا والملولي كنهضروا في المغرزه، ماشي اننا كنا كنظلموها، كنا كنقولوا الواقع ديالها. لان المغرزه كانت كتخرج تكذب عليكم عيبين. الملولي ذكي كيفرش الاكاذيب ديالها والناس كيتقلبوا عليها، واش فهمتوني؟ يعني دابا نعطيكم غير مثال بسيط. يعني دابا واحد الانسان زوين ما كيكذب ما والو، غيجي الملول يقول هذاك السيد خايب، هذاك السيد واش بنادم بغيت تقلب عليه؟ ما غيتقلبش عليه. ولكن المغرزه كانت كتخرج تكذب، والملول اشنو كيدير؟ كيتفرج في الفيديو وكيجبد النقاط اللي باين فيهم الكذوب. مع السيد ما راكم عارفين ما قارياش خارجه من الرابع ولا ما عرفت السادس، غير كتطلق الكاميرا وكتخرج في عينيها وكتهضر. وبغيت نجاوب عاوتاني على خوتي، انا ما كنخسرش الهضره باش تكونوا فاهمين، الله يرحم لكم بالوالدين. الناس اللي غادي يبداو يقولوا الهضره اللي مشات لي، انا كنقول الواقع باش تكونوا فاهمين. انا ما كنعرفش القضيه ديال الحشومه، الحشومه هي مرات الشيطان، دار ما دارش ما دارش. انا راه ملي مشيت عند الملولي وقع لي المشكل،
راه القانون ما كانش دوزت المده السجنيه ديالي وخرجت باش نكون فاهم يعني وهاد يعني انا ملي تشديت في الحبس انا القانون عاقبني دوزت المده السجنيه ديالي وخرجت بحالي. علاش القانون تاهو ما يكونش ليا؟ اللحش وما اللحش لا، القانون على راسنا وعينينا. انا غنعطيكم غير مثال، والمغرزه ملي كانت كدير الاغلاط كنا كنخرجوا فيها انا والملولي بوان فينال. ما بقيتش ارتحيت لها، عرفت هذه الملولي خرجت كتكذب، نزار هادي نزار هادي نزار هادي. الملولي اشنو دار؟ كيفرش الاكاذيب ديالها لدرجه ان خرجت استحمرت الشعب، وانا ما بغيتش نشعل عليها العافيه. نخرج نقول علاش استحمرت الشعب؟ اش راه في راسي كل شيء، في راسي بان الشكايه وصلت وكيفاش فكاتها. يعني الا جيت نهضر غتمشي فيها انت المغرزه، وغتمشي فيها غيمشيو فيها الناس اللي خداو باش تنسات القضيه. فهمتيني؟ اللي كي واخا هكاك انا راه ولد الناس وما كنساش الطعام، فهمتيني؟ دابا غادي نجاوب على قريوده. هاد قريوده سيدي خرجت كتقول انا قد القيده غيتها. فراسك قريوده ملي كتقول لي انا قد القيده غيتها، بعض المرات كنشوف القيده غيتها كنعيفها. علاش؟ كنتخيلها قريوده. واش يا عباد الله انت يديك تكمشوا، كلشي فيك تكمش، ماشي شارف عاوتاني. يعني وصلت لواحد اللاج، يعني سن اش كنقولوا لها، سن الكهوله، ما عرفتش شنو كنقولوا لها، يعني كبرتي. المهم وصلت لواحد اللاج صافي، ما بقيتيش مراهقه بحال القيده غيتها، ولا بحال بنتك، ولا بحال هذه. كتخرج تقول القيده غيتها وانا قدي قدك، وانا نقولوا اسيدي انت قدك قدها. قريب قد القيده غيتها، علاش القيده غيتها زوينه عليك؟ علاش القيده غيتها رطبه عليك؟ علاش القيده غيتها كلاص عليك؟ علاش القيده غيتها كتبان انوثيه عليك؟ يلا قدك قدها. وهذا الواقع اخوتي، انا مابقيتش باغي ننافق، راه الحبس علمني ما ننافقش. شكرا لكم اخوتي، اي واحد بربقني شكرا لكم بزاف، واي واحد غادي يكرهني كيبقى المشكل ديالو هذاك. انا ما غاديش ننافق حتى شي واحد، كاين ما كاينش ما كاينش، والعيب عليا الا كذبت. الكذب راه ما كاينش. يعني ملي كتقول حريوده انا قريوده انا قد قد القيده غيتها، بحال انا غنزوج بقريوده. ولكن انا عاذر كقريوده، يعني السوشيال ميديا جالك في واحد الوقت اللي حتى شرفتي. يعني في الوقت ديالك كان غير داك التليفون اللي فيه لانطير في بلو نوار. ملي وصلت لي واحد الله ديال 50 عام ولا عرفت، واخا تقولي لي في عمرك 40، انا كنشوف في عمرك 50 عام، لانك كتبان لي كبيره بزاف. يعني جالك السوشيال ميديا، يعني جات لك في واحد الوقيته اللي حتى شرفتي حتى كبرتي. عرفتي علاش خرجتي؟ كت ما عرفتيش ليها، ما عرفتي ما ديري. وبغيت الرد على حيت ملي كنت في الحبس خرجت قريب جالسه كتقول انا وواحد خوانا بلا ما نسميه حتى هو ولد كازا، فهمتيني؟ يعني ناقص رجوله، فهمتوني؟ انا ما كنعايروش. الا كنت ناقص رجوله راه كنقول لك، كاين بحال مثال دابا، انا راجل، يلا جاني زار قال لي انت راجل غنتقلق عليه؟ ما نتقلقش عليه، قال لك الشيء اللي كاين. يعني الا قلت انا ناقص رجوله راه ماشي عيرت، بالعكس داك السيد عزيز عليا وعلى راسي وعينيا، ولكن كنقول الواقع داك الشيء اللي كاين. بلي جان عندي انا بقيت كنصور فلوغ في التليفون ديال المغرزه، راكم عارفين. واحد شويه كتب لي قريوده ملاصقه مع داك السيد، ملاصقه معاه. اشنو درت انايا؟ شديت التليفون طورته بحال هكذا. السيده ملي شافت الفيديو، ملي شافت الكاميرا دارت لجيتها قفزات هي ترجع للور، تقول لها واش انت كنتي تصور؟ وحنا كنقولوا حت 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 حتى 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 شوالي الحمق في كاينه هاد الشوا هادي خوتي. شوف الاستحمار. الا بغيتي نتوما يكون عندكم قرون شغلك هذاك. انا كنهضر مع الفئه اللي ما بغاش بنادم يستحمر. سمعوني مزيان، قريبة جلسة كتقول انا ما كنتش باغي ندير البوز مع السيد، نقول غير ولد كازا راكم، لا نقول ولد الامارات حيت هو اصلا كاين في الامارات. قالت انا ما كنتش باغي ندير البوز مع ولد الامارات اللي شدت الكاميرا ملاصقين، وملي شدت الكاميرا قفزات. وفي نفس الوقت كتقول حنا ما كنا كنديرو والو. ايوا لا، ملي نتوما ما كديرو والو كيفاش جا هاد البوز؟ وكيفاش تشوهتو؟ واش انا شديت عليكم كتقراو القران؟ واش انا شديت عليكم كتصليو؟ راه شديت لك ملاصقه مع الرجل، الرجل ملاصقه مع الرجل، واليد ملاصقه مع اليد، الفم ملاصق مع الفم. تكونوا فاهمين يعني انا شديت اشنو كاين.
والحمد لله الى المغاربه عرفوكم، المغاربه قالوا عائله الضعاء عائله هذه. بينما اذا بقى انا نزار انا كمل حياتي مع واحد دايره بحال هكذا. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي، واش شريت الرانج روفر، واش شريت الرانج روفر، شريت الرانج روفر، دابا انا صعيب عليا. شوف انا نضرب بكل ثقه في النفس، دابا انا صعيب عليا غنتزوج بوحده ماشي غير عندها الرانج روفر، عندي شي حاجه كتار من الرانج روفر، والدار ديالو الخدمه ديالها وفي برا من الفوق. واش انا صعيب عليا نتزوج بوحده بحال هكذاك؟ واش انا صعيب عليا؟ ملي غادي نقول لكم انا صعيب عليا فتقولوا لي نزار كذبتي، علاش؟ لانك انت مشهور، سميتك معروفه في المغرب، اي بنت غتمناك، وفوق من هادشي عاطي للعين. فري انا عاطي للعين الحمد لله، طويل زوين. خرج المغرسه كتبغي تكلاش القيضه، غير شنو كتقول لها؟ الحجم اللي كان لوحه عاد كديها انت، خديتي الشياطه ديالي. حتى هذا الموضوع غادي نناقشوه وغادي نفسرو بالطريقه ديالي، وما غاديش ندير كيف ما كدير انت، غتخرج عينيك وحكه وديك الهضره ديال الخميسات. انا غادي نوضح عيل. نهار كنت في طنجه، اخر تخاصم تخاصمنا كنت في طنجه، عند السيد خدام معاه، حتى كنتي صوميتي عليا، قلت لك اشنو كتقولي ليا؟ ما توحشينيش، توحشك بزاف. اشنو درت انايا؟ كدير لك فخ، صورتك، سجلتك، كتقولي ليا نزار توحشتك بزاف. شوف من واحد الناحيه هذيك راه مراتي، تقول لي توحشتك، ما توحشكش، ما دارت حتى شي حاجه، ولكن انا جيت نوضح لكم الاكاذيب ديالها اللي طالعه في شوف تيفي وطالعه في المنابر الصحفي، وكتقول لكم انا نزار ما بينو وبينو والو، وكتخرج قريوده فهمتيني، كتقول لكم اقسم بالله قريوده ما عندهاش مع الروطار، نزار بنتي ما تبقاش نزار. سجلت صورت باش نبين الحقيقه للناس، شكون اللي تابع الاخر، واش انا ولا هي؟ صورتها سجلتها، بقيت واحد 3 ايام شاد مع الخط، حبيبه كنموس عليك وباغي نرجع عليك وهادي وهادي وهادي. حتى النهار كنت بغيت ندير واحد الكليب، صورت واحد الكليب، خاصني شي حاجه اللي ندير بها البوز، اش غادي ندير؟ غير فضحها، نخرج دوك الاوديوات ديالها. وبالفعل القيد غيت ما عليا فراس، انت ما علياش فراسك، القيد غيت كبره في الخير، انت ما كبراش في الخير، واخا تاخدي قصر ديال قصر مع رديان من غتبقاي ديما انت هي انت، يعني شي حوايج اللي عند القيد غيت ما عندكش انت هي، اش فهمتيني؟ وانا يعني مش اول مره كديرها. نهار كانت باغت تشارك في ذاك البرنامج اللي كاين في شوف تيفي للاسم ديالو، بنات اللي كتقدمو سميرة الدولي، غاديين وغادي ندير لا ما غاديش تشارك في البرنامج، انت مشوه. وفوق من هادشي البرنامج دي اللايفات ديالك كيضرب في السينيال، اشنو قالت؟ ما رضاتش، قالت لي حكا، قالت في خاطرها حقاش راه مراتي هذيك وانا عارفه، قالت انا راه شحال انا كندير في الاشهارات، وشحال انا كنقول للناس غنشارك في ذاك البرنامج. الا قلت لهم رفضوني غادي يسولوني على نزار، وغادي يسولوني على الماضي ديالي، ماشي مشكل. على انت ملي انت ضربتي 1000 كيلومتر باش تمشي تشاركي في ذاك البرنامج، اذا راكي عارفه ذاك البرنامج، يعني واحد البرنامج انا ملي غنبغي نشارك فيه راه عارفه مزيان، واسئله اللي غيعطوني وعارف غادي يحرجوني. انت ملي ضربتي هذه المسافه راكي عارفه غيسولوك على نزار، وعارفه غيسولوك على الماضي ديالك، يعني كيفاش؟ اللحقه حتى بغيتي تمشي للبرنامج، حتى بغيتي تشارك، وانت تقولي لهم لا ما بقيتش باغي نشارك، غادي تسولوني على نزار وغادي تسولوني على الماضي ديالك. رضا يقولي انا ما بغاوش يعملوني، والحمد لله راه سميره الداودي راه حشماتك، دخلت عندك في لي كومونتير قالت لك بنتي الله يهديك، هاد الهضره ديالها ما كايناش. سميره الداودي مقدمه هذا البرنامج، تحياتي لها من المبر، خرجت حشمات قالت بنتي هاد الهضره هادي راه ما كايناش. دابا المشكله ديالك المغرزه هو انك كبر مع البزنازه، وجرت عليك امك وانت باقا صغيره، ومشيتي للامارات وانت باقا صغيره، يعني بنادم كتديري مع ديك الطاطولان طيب ديالك، يعني غير متبعينك بحال كنت غير كيتفرجوا، عارفينك كيفاش انت، وعارفينك بانك مشوه بزاف ديال الحوايج، كتبغي دير معاكم ديك الطاطولان طيب ديالها ديال انا هادي وانا هادي وانا هادي، وانا راه الواقع كنقولو ما كنزيد ما كن المغرز. انا ماشي كنهضر عليك، انا يقدر يكون شوف غير تفوت واحد المده حقاش هادي شي مشاكل، ونجبع ورقيه باش نتزوج انا وقيده غيثه، ما بقيتش غنهضر عليها، غادي نساها بحال ما عمرها كانت مراتي. وانا وقيده غيثه غندير واحد الكونسيبت اللي هو زوين فهمتيني، اللي كنستعر الراس ناري على بوز، غندير انا وقيده غيثه ناري ناري، راه شي حاجه راه لا تتصور.
شوف واش ترى دابا ناديين مطلع عليا الله يبيك تبارك الله المغرزه الا طلع عليا 1000 مطلع عليا الله يطلع عليا 1000 واحد حتى ني بالا ملي كيهضر عليها ما كطلعش 1000 واحد واقيلا كطلع غير 300 عاديه هاد 1000 واحد راه ديالي انا يلاه يهديكم والله فكون درت بنهار غتشوف 3 كاس 6 كا بنادم يعني بنادم باغي غير يعلق كيبغي كيتفرج في الفيديو ديالي وكيبغي يعلق وما كيلقى ما يقول اش غادي يقول راك انت كتطلع اللايف ديالك على ظهر المغرزه لا حول ولا قوة إلا بالله نسمع اسم المحتوى المهم أنا رديت رديت على الهضرة اللي كانت كتقول عليا وأنا في الحبس أنا شو قلت لخويا قلت لهم ما تهضروش أنتم ولكن خوتي ما سمعوش ليا والدتي هي ما سمعتش ليا أنا كنت باغي نخرج وأنا اللي غادي نرد فهمتيني أنا اللي غندير النقط على الحروف وأنا أنا اللي غادي نقول أشنو كاين وبالنسبة للناس دوك اللي كيتعاطفوا معاه كيقولوا ماشي واحد العدد كبير ديال الناس غير البعض اللي كيبغي يتعاطف معاه كيقول لي راه زيانت شمنيتكم هذاك زين دابا هي زيانت انتم عارفين دابا انكم بغيتها وصعيب عليها نستنى تجي المغرب نقول لها راه كيبقى مراتي هكا انا ما نبغيش نطلق طن 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 انا منك ما انا منك احنا رجعنا ولكن انا كنشوف غير ناس زادت خيابت راهي مشات عند صوفيا الطالوني قالت دارت بان غتصايب النيف غتنفخ صوفيا الطالوني صايبت لها النيف غير حيت مرقات قدام الناس قالت صايبت لها النيف وما نفختش وانا ما بقيتش غنقول لكم ما عندها رواله ولا ما بقيتش غادي نقول صافي حقاش هاد القضيه راه كلشي عرفها عارفين بان ما عندها واش ما قطعتها لي قطعتها لي ملي كانوا صغيرة والله اقسم بالله ما عندها شي حاجه قسما بآية الرحمن ما عندها شي حاجه انا كنقول لكم داكشي اللي كاين وما كنضر ما كنضرقوش الشمس بالغربال لا غير مسكينه ناس ما بغاش فايقه ما بغاش ندرونجي خليها مسكينه ناس طال علاش ما كيهضرش معني با ماشي ما كنهضرش معني با دابا التليفونات ديالي بقاو في المحكمه فهمتيني وكاع النواب بقاو تماك